أعلنت فصائل المقاومة المسلحة في العراق استهداف مصاف النفط في حيفا شمالية إسرائيل، وأوضحت أنها نفذت الهجوم خلال يوم أمس الجمعة بواسطة الطيران المسير. أعلن الجيش الفرنسي أن تدمير 4 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو بعثة بحرية أوروبية في خليج عدن. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفنا وطائرات البحرية تمكنت مع العديد من سفن وطائرات التحالف من إسقاط 15 طائرة مسيرة أحادية الاتجاه. القيادة المركزية الأمريكية بيّنت أنها والقوات المتحالفة رأت أن الطائرات تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة. وكان الجيش الأمريكي قد زعم أنه نفذ ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على سفينة ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة أيضا، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. ومع تصعيد الحوثيين لهجماتهم في الآونة الأخيرة ضد السفن الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، أبدت الجماعة جموحا كبيرا لوضع نفسها في صدام مباشر مع الولايات المتحدة. صدام تقول مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية إنه وضع الإيرانيين في الزاوية لكونهم لا يفضلون المواجهة المباشرة ويكررون دعواتهم لتجنب توسيع نطاق الحرب في المنطقة. على عكس تياراته القليلة الضعيفة، تهج الأحداث في البحر الأحمر خلال الآونة الأخيرة منبئة عن تصعيد وصلت خطورته حد دماء أسالتها ضربات الحوثيين لأول مرة منذ بدأت تستهدف في تشرين الثاني الماضي السفن المتجهة إلى إسرائيل. فبعد سقوط 3 قتلى من جراء استهداف الحوثيين سفينة ترو كونفيدنس، يعلن الحوثيون عن عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن، والثانية عدداً من المدمرات الحربية الأمريكية في الخليج والبحر الأحمر ب37 مسيرة. تصعيد قزم إعلاناً سبقه عن إسقاط 15 مسيرة للحوثيين من قبل القيادة المركزية الأمريكية، ما جاء مؤكداً لتصريحات مسؤول أمريكي كان قال إن الحوثيين يواصلون مفاجأتهم وأنهم لا يمتلكون فكرة جيدة عما لديهم من أسلحة. فكرة لا تغيب عن العدو فحسب بل والصديق أيضا، إذ ينقل عضو الفريق التفاوضي الحوثي حميد عاصم عن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قوله إن المعركة المقبلة هي معركة المياه، وإن ما لدى جماعته من أسلحة لا يمكن للعدو ولا الصديق تقديره. صديق ليس من الصعب تخمينه، وقد صرح عاصم أنه إيران التي دعاها كما كثير من قادة جماعته لتكون بجانبهم في معركة يخوضونها من أجل غزة، لا سيما وأن الإيرانيين أكدوا دعمها منذ اليوم الأول للحرب لكن دون فعل واضح يضعهم بمواجهة إسرائيل وداعمها الأكبر. استراتيجية الصف الثاني لعبة اعتادها الإيرانيون من أجل تجنب المواجهة. وفق تقرير لمجلة دي أتلانتيك الأمريكية، رأى أن تصعيد الحوثيين في اليمن وضع الإيرانيين في الزاوية بعد أن أمضوا الأشهر الماضية يؤكدون دعمهم الكامل لحماس ويكررون مطالبتهم بتدمير إسرائيل من جهة، في حين يجهدون لتجنب المواجهة المباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى. على أن إيران التي اعتادت جعل أذرعها دائماً في المقدمة والاتكاء إلى خطوط ظاهرية تلتقي معهم فيها
يبدو أنها هذه المرة لن تستطيع إقناع ذراعها الحوثي بكبح جماحه وتجنب الصدام المباشر وفق تقرير أتلانتيك، فأن يجد زعيمهم نفسه في مواجهة القوة العظمى في العالم المتمثلة بالولايات المتحدة ربما هي خطوة نحو تحقيق ما يعتقده الرجل وأتباعه أنه قدره في أن يصبح زعيماً إسلامياً. طموح قد يجعل التناسق العقدي بين إيران والحوثيين في الصف الثاني الذي ترغبه طهران في المواجهة، لكن ليس في التحالف، ما قد يكون إشارة لنهج جديد يعيد صياغة الدور الإيراني في المنطقة ويرتب أولويات أذرعها أو بعضهم وفق أجندات مصالحهم بالدرجة الأولى. من اسطنبول ينضم إلينا الصحفي والمختص في الشأن اليمني السيد محمد الأحمدي، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد محمد، ما زالت عمليات الكر والفر في منطقة البحر الأحمر متواصلة مع الضربات الأمريكية وأيضا الهجمات الحوثية، ولكن السؤال هنا على ماذا يعول الحوثيون في هذه التحديات وفي هذه الحرب والعمليات العسكرية، والسؤال عن مدى إمكانية استمرارهم بالفعل في تشكيل الخطورة في البحر الأحمر وفي تشكيل التحدي أمام الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. الحقيقة أن هذه الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن وتصاعد هذه العمليات في الآونة الأخيرة الأسبوع الماضي أسفرت عن إصابات في استهداف إحدى السفن، سقوط ضحايا من البحارة لأول مرة منذ بدأت ميليشيا الحوثية شن هجماتها بزعم مناصرة غزة أو دعم المقاومة في غزة ضد الجرائم الاحتلال الصهيوني. هذه الأحداث وهذه التطورات تراهن من خلالها ميليشيا الحوثيين أولا إلى إعادة تموضعها في المشهد اليمني والإقليمي، وهي تدرك مدى حالة الاحتقان والغضب الشعبي والاستحقاقات الداخلية التي تطالبها بتحسين الأوضاع المعيشية بصرف الرواتب باعتبارها سلطة أمر واقع في مناطق سيطرتها، وهروبا من هذه الاستحقاقات ومن استحقاقات أيضا التسوية والجهود المبذولة في هذا السياق لوضع نهاية للحرب التي بدأتها ميليشيا الحوثيين وعدوانها على اليمنيين وانقلابها على السلطة وعلى الإجماع الوطني، ذهبت نحو البحر الأحمر وبطبيعة الحال بإعاز إيراني وبدعم إيراني. وهناك معلومات أن ضباطا وخبراء إيرانيين من الحرس الثوري متواجدون في مناطق سيطرة الحوثيين وهم الذين يديرون هذه العمليات، والميليشيا الحوثية تتلقى معلومات استخباراتية من الحرس الثوري عن السفن وعن طبيعتها وعن اتجاهاتها. واللافت أن هذه الهجمات التي تشنها الجماعة الحوثية لم تسفر عن أي تغير في معادلة الصراع في الحقيقة على المسرح الفلسطيني، يعني بالتأكيد لا أحد يعرف ما هي النتائج التي أثمرت عن هذه الهجمات لصالح الفلسطينيين. الفلسطينيون أنفسهم يعرفون ويدركون، والشعوب العربية تدرك جرائم هذه الميليشيا على مدى سنوات بحق اليمنيين. كيف يمكن لجماعة أن تنتصر لدماء أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وهي استباحة نعم. دماء سيد محمد على مدى سنوات؟ نعم أعذرني، ولكن بعض المراقبين، وأنا أنقل لك هذه الصورة نقلا عن مراقبين وبعض المحللين، فيما يتعلق تحديدا بالطاقم المحتجز لإحدى السفن والذي أعلن الحوثيون بأن مسألة التفاوض فيه هي تعود لكتائب القسام ومن خلال اتصالات معينة، وبأن ما تأمر به كتائب القسام والمقاومة في فلسطين سيتم تنفيذه في عملية إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين. والبعض أيضا يشير لربما إلى عملية ضغط حتى لو أنها لا تشكل أي شيء وأي فارق في عملية إيقاف الحرب في قطاع غزة، ولكن يعتبر من الضغط. هل هذا صحيح؟ هناك معلومات بالفعل أن جماعة الحوثيين يعني تركت هذا الملف لإدارة حركة المقاومة الإسلامية حماس فيما يتعلق بالرهائن البحارة، لكن يا أخي الكريم هؤلاء البحارة هم من جنسيات فلسطينية وجنسيات أخرى لا علاقة لها أساسا، يعني ليس من بينهم جنسيات أمريكية أو بريطانية. يمكن أن يقال أنه يمكن التفاوض بشأن ولا حتى أيضا إسرائيلية، بمعنى أنه هذا ملف يعني غير مجدي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في الأصل. يعني
ليس ذي قيمة على الإطلاق، وهي مجرد جزء من المراوغات التي تمارسها الجماعة الحوثية كما قلت، من ناحية تحاول حصد مكاسب. وللأسف الشديد القوى الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت بنوع من التواطؤ والمداهنة لجماعة الحوثيين طوال السنوات الماضية، وشجعت هذه السياسة الجماعة الحوثية على ممارسة التصعيد العسكري وعلى الابتزاز عسكريا من أجل الحصول على مكاسب والقبول بها كسلطة أمر واقع وكجزء من معادلة في المشهد اليمني. واليوم المجتمع الدولي هرع إلى البحر الأحمر لحماية مصالحه، بينما ظل طوال السنوات الماضية يصم أذنيه عن سماع صرخات اليمنيين من جرائم الميليشيا الحوثية بدعم إيراني في مختلف مناطق البلاد وبمختلف الوسائل وأدوات القتل والتنكير. نعم. اليمنيون يعني يدركون أن كل هذا التصعيد وهذه السياسات التي تمارسها الجماعة الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن هم المتضررين منها. اليوم الحديث عن غرق سفينة في البحر الأحمر طبالة الشواطئ اليمنية، والناس من الذي سيتضرر من وهي تحمل على متنها مواد كيماوية وممكن أن تؤثر على البيئة البحرية. شكرا لك. يمكن لها أضرار كبيرة على الصيادين اليمنيين وعلى اليمنيين. ناهيك أيضا أخي العزيز، وهذه نقطة أخيرة أختم بها، أنه اليمنيون اليوم يدفعون ثمن هذه الحماقات التي تمارسها الجماعة الحوثية بمضاعفة تكاليف وصول الغذاء والدواء والإمدادات لتكلفة الشحن والتأمين إلى البحر إلى السواحل اليمنية. اليمنيون الآن يدفعون ثمن هذه الحماقات، وفي المحصلة أيضا اليمنيون جميعهم على قلب واحد في دعم القضية الفلسطينية. شكرا لك. وما في فلسطين يؤلم الجميع بطبيعة الحال. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا الصحفي والمختص في الشأن اليمني محمد الأحمدي من إسطنبول. أكد المتحدث باسم الحوثيين يحيى السريع تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى سفينة أمريكية، فيما استهدفت العملية الثانية مدمرات حربية أمريكية بالبحر الأحمر وخليج عدن. نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت سفينة بوربيل فورتشن الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، فيما العملية الثانية استهدفت من خلالها عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك ب37 طائرة مسيرة. وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. ومع تصعيد الحوثيين لهجماتهم في الآونة الأخيرة ضد السفن الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، أبدت الجماعة جموحا كبيرا لوضع نفسها في صدام مباشر مع الولايات المتحدة. على عكس تياراته القليلة الضعيفة، تهج الأحداث في البحر الأحمر خلال الآونة الأخيرة منبئة عن تصعيد وصلت خطورته حد دماء أسالتها ضربات الحوثيين لأول مرة منذ بدأت تستهدف في تشرين الثاني الماضي السفن المتجهة إلى إسرائيل. فبعد سقوط 3 قتلى من جراء استهداف الحوثيين سفينة ترو كونفيدنس، يعلن الحوثيون عن عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن، والثانية عدداً من المدمرات الحربية الأمريكية في الخليج والبحر الأحمر ب37 مسيرة. تصعيد قزم إعلاناً سبقه عن إسقاط 15 مسيرة للحوثيين من قبل القيادة المركزية الأمريكية، ما جاء مؤكداً لتصريحات مسؤول أمريكي كان قال إن الحوثيين يواصلون مفاجأتهم وأنهم لا يمتلكون فكرة جيدة عما لديهم من أسلحة. فكرة لا تغيب عن العدو فحسب، بل والصديق أيضاً، إذ ينقل عضو الفريق التفاوضي الحوثي حميد عاصم عن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قوله إن المعركة المقبلة هي معركة المياه، وإن ما لدى جماعته من أسلحة لا يمكن للعدو ولا الصديق تقديره.
صديق ليس من الصعب تخمينه، وقد صرح عاصم أنه إيران التي دعاها كما كثير من قادة جماعته لتكون بجانبهم في معركة يخوضونها من أجل غزة، لا سيما وأن الإيرانيين أكدوا دعمها منذ اليوم الأول للحرب، لكن دون فعل واضح يضعهم بمواجهة إسرائيل وداعمها الأكبر. استراتيجية الصف الثاني لعبة اعتادها الإيرانيون من أجل تجنب المواجهة. وفق تقرير لمجلة دي أتلانتيك الأمريكية، رأى أن تصعيد الحوثيين في اليمن وضع الإيرانيين في الزاوية بعد أن أمضوا الأشهر الماضية يؤكدون دعمهم الكامل لحماس ويكررون مطالبتهم بتدمير إسرائيل من جهة، في حين يجهدون لتجنب المواجهة المباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى. على أن إيران التي اعتادت جعل أذرعها دائماً في المقدمة والاتكاء إلى خطوط ظاهرية تلتقي معهم فيها، يبدو أنها هذه المرة لن تستطيع إقناع ذراعها الحوثي بكبح جماحه وتجنب الصدام المباشر وفق تقرير أتلانتيك. فأن يجد زعيمهم نفسه في مواجهة القوة العظمى في العالم المتمثلة بالولايات المتحدة، ربما هي خطوة نحو تحقيق ما يعتقده الرجل وأتباعه أنه قدره في أن يصبح زعيماً إسلامياً. طموح قد يجعل التناسق العقدي بين إيران والحوثيين في الصف الثاني الذي ترغبه طهران في المواجهة، لكن ليس في التحالف، ما قد يكون إشارة لنهج جديد يعيد صياغة الدور الإيراني في المنطقة ويرتب أولويات أذرعها أو بعضهم وفق أجندات مصالحهم بالدرجة الأولى. ينضم إلينا أستاذ التاريخ الحديث المعاصر في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور محمود الجبارات. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور محمود. إذا أردنا تتبع سيرة الحوثيين ومنذ بداية ظهورهم بشكل واضح في الأزمة اليمنية إلى غاية هذه اللحظة، هل نتحدث عن مراحل فارقة في عمليات التطور على المستويات العسكرية والسياسية؟ وهذا يقودنا إلى السؤال فيما يعول عليه الحوثيون في تحديهم للولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الغربي، تحديدا فيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر. شكرا لك أخي العزيز، وأنا سعيد فيكم جدا. بالنسبة للحوثيين، علاقاتهم بالولايات المتحدة كانت في البداية مباحثات على شكل مباحثات ثنائية سرية في بداية الأزمة اليمنية منذ 2011، خللتها أيضا مباحثات سرية بدعم إقليمي من سلطنة عمان خلال الأزمة بين 2011 وبين 2019. العلامة الفارقة الأولى أن الحوثيين لهم علاقات وثيقة مع الإدارات الأمريكية المستمرة، ما عدا فترة قصيرة في عهد الرئيس ترامب الذي ضغط باتجاه اتفاق مصالحة، ولذلك أوقع عقوبات على الحوثيين. الولايات المتحدة كانت على اتصال مع الحوثيين منذ البدايات ولا تزال، ولكن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن يبدو أنها مرتبكة في موقف واضح وبأهداف محددة من الحوثيين، ذلك لأن الحوثيين أولا أصبحوا قوة إقليمية، هم يسيطرون على ثلثي الأراضي اليمنية، هم يسيطرون منذ 2022 على النفط في اليمن، لديهم مواردهم الخاصة من الموانئ اليمنية، يسيطرون على أكثر من 2500 كيلومتر من السواحل اليمنية، ولا تستطيع الحكومة الشرعية في المنفى حماية خليج عدن الذي أغرقت فيه سفينة على بعد 20 ميل بحري. لذلك الحوثيين لديهم نفوذ في المنطقة، لديهم سيطرة قوية، لديهم خبرة بالأسلحة الأمريكية ومجابهة الأسلحة الأمريكية، لديهم قدرة على الحركة والتكتيكات العسكرية سواء في المناطق اليمن الشمالية أو على السواحل، وبالتالي علاقتهم في الولايات المتحدة تبدو تبدو حاليا مرتبكة
تبدو حاليا مرتبكة، وحتى الإدارة الأمريكية غير واضحة في ما يتصل بقراراتها من الحركة الحوثية. طيب الآن نعم اسمح لي دكتور، ولكن في عملية هذا التنظيم وهذا التحرك للحوثيين هناك تصريحات يعني بأنه لا توجد أي جهة منظمة وجيش منظم يمكن أن يصل إلى الحوثيين نظرا لصعوبة لربما قراءة تحركاتهم بشكل واضح على الأرض في العمليات العسكرية وتحديدا ربما أيضا على مستوى السياسة، وبالتالي الآن كيف يمكن الحديث عن قوة مثل الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة مثل هذه الجماعة، أم أن هناك الإرادة هي من يحكم الولايات المتحدة الأمريكية في بقاء الحوثيين أو حتى التخلص منهم؟ المقاربات الإقليمية لإدارة الرئيس الأمريكي بايدن هي مرتبطة أولا بالموقف من قضايا المنطقة، غير واضح حتى الآن الموقف الأمريكي بصورة حاسمة نتيجة للانتخابات من قضايا المنطقة ومنها الحوثيين. الحوثيين أصبحوا قوة إقليمية وهم يسعون لتوسيع نطاق نفوذهم السياسي والاقتصادي والعسكري، وبالمقابل الولايات المتحدة دخلت إلى المنطقة بصورة أولا مفاجئة، اثنين لحماية إسرائيل ولحماية حرية الملاحة الإسرائيلية مع شرق آسيا، وهذا الأمر مرفوض من الدول الإقليمية في المنطقة. كما نعلم السعودية لم تتعاون حفاظا على علاقتها مع الحوثيين وعلى الهدوء على الجبهة اليمنية، مصر لم تتعاون، الأردن لم تتعاون في هذا المجال، القوات الحكومة الشرعية اليمنية أيضا لها قوات بسيطة على ساحل عدن غير قادرة على أن تتدخل تدخلا فعالا مع التحالف الذي قادته الولايات المتحدة فيما يتصل بالحفاظ على حرية الملاحة باتجاه إسرائيل. الحوثيون أعلنوا بكل صراحة ويعلنون ويؤكدون باستمرار أن هدفهم هو منع السفن الإسرائيلية أو المحملة إلى الموانئ الإسرائيلية وخاصة ميناء إيلات من الدخول، لكن وإسرائيل لا تزال تغض النظر عن أي تدخل في الجبهة اليمنية من ناحية عسكرية، وتركت المجال للولايات المتحدة. الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شكلوا تحالفا، لكن هذا التحالف غير مدعوم إقليميا في ظل رؤية عربية ورؤية للمنطقة مرتبطة بأن التجارة الإسرائيلية التي يمر ربع حجمها عن طريق البحر الأحمر وخاصة باب المندب هي ضرورة حيوية لإسرائيل، وهي وسيلة ضغط أيضا على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، وهذا يلقى ترحيبا عربيا وان كان هامسا يعني. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. أستاذ التاريخ الحديث المعاصر في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور محمود الجبرات.